أنا لساتني لهلأ عم حقق بالموضوع، بس الجانب الإيجابي تأكد لي إنه يوروقان هولدينج ما كان إلا علاقة باللي صار أثناء عملية النقل دسوا المخدرات. القصة واضحة، ضايقونا على الفاضي وهيك القصة تسكرت. لا أخي ما تسكرت، هي ما لقصة تهريب بسيطة، في حدا عم يحاول يلوث اسمنا. أنت عم تبالغ عمران، مين بتجرأ يساوي هيك؟ أخي واضح إنه في حدا عم بيحفر من تحتنا، وأنا بدي لاقي المسؤول عن هالشي لحتى يتحاسب. أنت ليش راكد ورا القصة؟ قلت لك إنه القصة خلصت. أخي يا أولاد خلصنا، هلأ مو وقت هالحكي، لازم تكونوا إيد واحدة. عمران معه حق، إذا في حدا عم يحاول يحفر من تحتنا المفروض نلاقيه ونخليه يتحاسب. ما حدا بيقدر يوسخ اسم عيلة يوروقان، إذا ما حدا عنده أسئلة الاجتماع بيكون خلص. الاتفاق اللي مع شركة النقل الجديدة توقع من الشؤون القانونية عندك بالملف. كرم وينه؟ ليش ما حضر معنا الاجتماع؟ ما بعرف، بظن انه ما اجا، ما شفته اليوم. ما رد على موبايله؟ والله غريبة ما جاوب، كأنه هالشاب مشغول كتير بهالفترة. أول ما يجي على الشركة خبروني. عمران بك في ضيفة بدها تشوف حضرتك، قلت لها أنه حضرتك مشغول بس هي أصرت كتير. مين هاي؟ نزلي دوغان. تمام، على المكتب، أنا جاي فورا. أمرك أستاذ. نزلي أهلا وسهلا. أهلا فيك. أنت منيحة؟ بعتذر لأني إجيت لعندك على الشركة من دون موعد، حابة أحكي معك بخصوص المدرسة والدوام. حدا مضايقك هنيك؟ لا، يعني كل القصة أنه ما عاد فيني داوم لأنه أختي ما عم تسمح لي روح، ما بدها تقبل مساعدة من حضرتك ونحنا ما منقدر ندفع القسط، بدها تنقلني على مدرسة حكومية. فهمت، وانتي بدك تروحي على المدرسة؟ طبعا إذا حضرتك بتوافق. طبعا أنا موافق، بس أختي ما لازم تعرف، إذا دريت رح تخانقني وتتضايق. نزلي هالشي ما له صح، يعني بالأول منحكي مع أختك وبوعدك خليها توافق. بس أنا ما رح أعمل شي ما نو منيح، كل شي بدي أنه أتعلم وكون شاطرة بمدرستي، ولأنها معصبة من حضرتك ما رح تقبل تخليني روح، بترجاك بلا ما نخبرها. طيب ماشي، روحي على مدرستك، لحتى تروق أختك وتهدى هذا الموضوع رح يضل سر صغير بيناتنا. تمام؟ تمام، عن جد شكرا كتير لإلك. أنا اللي بدي أشكرك، بس بدي توعديني علاماتك رح تكون عالية. تمام، بوعدك. نزلي أختك منيحة؟ منيحة. طيب برأيك ليش أختك تغيرت من ناحيتي؟ لكن نزلي، زعل أختك ما قدرت أعرف شو سببه، أنت مقربة منها، ما حكت لك شو مزعلة؟ ليش متضايقة مني ومعصبة؟ ليكي أحياناً السكوت ممكن يكون السبب بمشاكل أكبر بكتير. نزلي أنا دائماً كنت جنبكم، وإذا بتقولي شو هو السبب فأنا فيني حله. صدقني مثل ما قلت لك ما بعرف، وأنا تفاجأت، وهي أختي الكبيرة ومستحيل تقلي شو عم يصير. ألو، نعم ديما. عمران أنا طلعت على الجبل. شو عم تعملي عندك؟ لا تسأل كتير وتعب. بسرعة لهون عمران، عم بسمع صوت غريبة. ديما صوت شو؟ شو عم تسمعي؟
ما بعرف بس أكيد في حدا حوالين البيت وصوات عم تقرب. أنا مرعوبة عمران. خلص وافي لا تخافي، بيكونوا أصوات الحيوانات بالغابة. عمران بترجاك تعاخدني، أنا خايفة وما فيني أطلع من هون هلأ. طيب ماشي، لا تخافي أنا جاي. ديما، 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 ديما. عمران انت هون؟ عمران خلص اهدي، مرقت مرقت. ما كان في له لزوم. انا بدي اياكي تكوني مبسوطه مو اكتر. رفيف، أنت بالنسبة إلي غالية أكثر من مو متخيلة بكثير. يلا رفيف، رفيف تعي شوي لعندي. وين شاردة؟ شو رأيك؟ بيكفي هيك ولا لازم حركهم أكتر؟ بيكفي هيك. كنت رح خبر الشرطة بس ضربوني وغبت عن الوعي. هنن كانوا قصدينك؟ واضح انهم جايين بغرض السرقة. حاولت اهرب بس مسكوني وضربوني على راسي. ما بتتخيل قديش كنت خايفة منهم. طيب اذا شفتيهم بتقدري تعرفيهم؟ لا، كانوا لابسين طواقي وجوههم كانت مغطاية. طيب لازم نخبر الشرطة. عمران بترجاك لا تتركني، انا ما عاد فيني اقعد لحالي ولا لحظة. ليك لأنك جنبي أنا ارتحت. خلص خلص آدي، مرقت، روقي شوي. بس رغم هيك لازم نخبر الشرطة، لازم يجوا لهون ليأخذوا البصمات مشان يكمشوهم. ماشي طيب، مثل ما بدك. سمعت أصوات غريبة من برا. بالأول فكرت مثل ما قال لي عمران حيوانات من الغابة، بعدين حسيت إنه أكثر من شخص اللي دخلوا على البيت. واحد منهم سكر لي تمي والتاني ضربني على راسي، ولما صحيت ما لقيت حدا. طيب مدام سرقوا شي من الغراب؟ ما شفنا، هون ما في شغلات غالية. وليش دخلوا الحرمية أنا ما عم بفهم. هي أول مرة منتعرض لهيك موقف. عمران سرقوا خاتمي الزمرد اللي جبت لك يا براس السنة؟ إيه سرقوا خاتمي لزمرد. معناها لازم تبعتونا صورة الخاتم حتى نعممه. الخاتم له فاتورة بمرق لكم إياها. يلا قومي خلينا ننزل. خلينا ننام الليلة هون، مالي قدراني سوق وأنا بهالحالة. وهلأ إذا رحنا على البيت رح يسألونا ألف سؤال. مالي خلق لو سمحت. هلأ مو ضروري نحكي، مننزل مع بعض. يلا عمران مو قدران يقوم. أنا من كم ساعة رجعت من الموت، خفت وما كنت بوعي. ما بصير شيء إذا بقينا هالليلة.
ديما. عمران، إذا بدك انزل أنت، أنا مالي قدراني أتحرك. يا الله يا ربي. طيب هلأ ارتاحي وبنحكي بعد شوي، أعصابك تعباني وما في داعي لهالتوتر. عم قلك حابة نام الليلة هون، بس هيك ماني عم بطلب شي ما بيتحقق، ليش ما بدك؟ طيب بنبقى، أنا رح شغل الشمينيه، رح نموت من البرد. ديما ديما يلا أمي، لازم ننزل. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. ليش تضايقت؟ ليكون لأني نمت جنبك. كنت مرعوبة عمران، اجيت لعندك كنت نايم ونمت من دون ما أحس. صار لي فترة طويلة ما عم نام بهالعمق، معناها كنت بحاجة لحس بالدفى جنبك. هالمكان بيذكرني بذكرياتنا الحلوة، بحبنا. ديما، هلأ أنت ما جبتيني لهون قصداً، ما هيك؟ شو هالحكي، معقول تفكر بهالطريقة؟ الحرامية أنا دبرتهم ما هيك؟ كيف كانت حالتي لما أنت وصلت لهون؟ كان ممكن إنهم يقتلوني عمران. طيب خلص ديما، فهمنا. حبيت إجي لهون بس لحتى أقعد مع ذكرياتنا الحلوة. كان بدي أتذكر الحب اللي خسرته. بشو غلطت؟ شو بيعرفني إنه هيك رح يصير فيني؟ الظروف الأخيرة كتير تعبتنا عمران، بعدنا عن بعض، نسينا كل العمر، نسينا الحقيقة، نسينا حبنا. ما نسينا ديما، انتهى. انت كمان لازم تتعودي، ما بدي كل مرة اجرحك بهذا الموضوع. قلتي انك فهمتي وطلبت نضر رفقات، وأنا وقتها وافقت، مزبوط؟ مو مزبوط هالحكي عمران، لساتني مؤمنة بحبنا، لساتني مؤمنة بعمران وديما. أنت كمان مؤمن بس عم تتجاهل هالإيمان وعم تحارب حالك. بكفي ديما، لو سمحتي حاج. عمران، تتذكر من كم شهر قديش كنا مبسوطين وقديش حبينا بعض؟ كل شي بحياتنا كان حلو،
عمران، فينا ننجح، فينا ننسى كل شيء ونبلش من الصفر. لا ما فينا يا ديما، لا تتوهمي كرمال مصلحتك، لا تتوهمي. صباح الخير. صباح النور. لا تأخذني، نطرتك شوي. العفو، شو هالحكي؟ ايه كل شي تمام؟ جهزت لي كل الوراق؟ ايه كل شي مثل ما حكينا مبارح. الطفل بس يخلق الأم رح تضمن حقوقه. أخي أنا عصبت عليك بالاجتماع. ولا يهمك لك عمران، بس ما رح تسأل أخوك ليش مبسوط لهي الدرجة؟ خير؟ أخوك ومرته رجعوا عم يراهقوا. حلو، فرحتني. صار في سوء تفاهم بيناتنا وتضايقت مني وزالت. كان لازم تشوف كيف كانت مقاطعتني، بس مليت وقلت لازم لاقي حل لهالموضوع، وقمت هلكتها بالهدايا لحتى ضحك وشها. عملت منيح، مرتك شكران كتير منيحة. والله زعل المرة صعب يا عمران، ووقت بدك تراضيها من كتر الهدايا بتفلس. عفوا. نعم شكرا. طبعا مرتي، معقولة اتأخر عنك؟ فورا جاي. ايه شو كنت عم قول عمران؟ انت كمان رجع لديما بقى، ما هيك اخي؟ شوفك اخي. كل شي رح يكون حلو رفيف، صدقيني رح نكون مبسوطين كتير مع بعض. أنا آسف بس تحمست وما قدرت أمسك حالي. أنا كل الوقت عم بحلم بهاي اللحظة رفيف، وكان بدي إياها تكون رومانسية وما تنسيها بعمرك. كرم بيك وقف شوي. لو سمحتي بس اسمعيني، تركيني عيش هاللحظة معك مثل ما كنت بتمناها. بس اللي بدي رفيف، لو سمحتي، كنت دائما أحلم أمسكك من إيدك وأسألك هذا السؤال، تقبلي تتزوجيني رفيف؟ تقبلي تكوني مرتي؟ رح خليكي أسعد وحدة بكل هالدنيا، بوعدك يا كل عمري. نعم جلال. شو عملت؟ والله انشغل بالي. شو حكيت مع رفيف؟ اللي اعطيتها الوراق ولا لسه؟ لا ما اعطيتها شيء ابدا، ولا قدرت حاكيها كمان. كرم اليوم عرض الزواج على رفيف، وهي قبلت بعرضه. انا
من فترة قلت لك في شغلات كتير رح تتغير، ما تذكره؟ طبعا، حتى قلت لي في شغلات رح تتغير بالنسبة لي. حضرتك فهمتني غلط عمران بيك، أنا عملت كل شيء كرمال عائلتي، وحضرتك بتعرف ليش قبلت بعرضكم. ما فيني أحبك، ما بقدر. تقبلي تتزوجيني رفيف؟ تقبلي تكوني مرتي؟ بقبل. طلعي بعيوني منيح وقولي شو حاسة جواتك، وإنه ما عندك أي مشاعر تجاهي. أنا من فترة قلت لك في شغلات كتير رح تتغير، ما تذكره؟ Grr!